الحمد لله احنا كنزعوا باستحقاق بالتنافس الديمقراطي الشريف بالصمود في الميدان وفي الواقع، وكنوصلوا بفضل اصوات المواطنات والمواطنين اللي كنحيوهم اللي حتى هما صامدين امام حملات التيئيس، امام حملات التبخيس، امام حملات التشويه، امام حملات الاشاعه، امام حملات الترغيب بالمال وبالوسائل غير المشروعه، ورغم ذلك هم كذلك هم صامدون معنا، ونحن من واجبنا ان نصمد معهم. هذه دابا مصيبه، هذه كتلقى حمله فيها الرمز ديال الحزب وكتسرى بحال الى هذه ديال حزب معين كانها حمله انتخابيه سابقه. ما هي الاهداف ديال هذا الاجتماع خاص بالمنتخبات في المجالس الترابيه، وخصوصا اللي داخلين في مسؤولات، يعني اللي داخلين في الاغلبيات في التدبير ديال الجماعه الترابيه. فهذا الاجتماع بطبيعه الحال لا يمكن الا ان يكون مهم، لانه غادي يتم فيه دراسه الاداء ديال النساء، العداله والتنميه في تدبير الشان الترابي، سواء في الجماعات او في الجهاد، جماعات قرويه، جماعات حضريه. الحمد لله عدد مهم، وخصوصا ندعموا التجربه ديال مشاركه المراه في التدبير، لان بلادنا محتاجه بان تكون فيها نساء يشاركنا في التدبير الى جانب الرجل، ويتقوى الحضور النسائي بطريقه فاعله بطريقه قويه. وحزب العداله والتنميه عنده حرص باش يكون رائد وقائد في مشاركه المراه في تدبير الشان المحلي والشان الوطني. تطلعوا من الكوتا ديال النساء مثلا في المكتب السياسي، في الامانه العامه، او في المؤسسات الحزبيه؟ ان شاء الله نحن حريصين على يعني باش نقويوا الحضور ديال المراه، لا في المؤسسات الحزبيه ولا في المؤسسات المنتخبه. وبطبيعه الحال اليوم كنهضروا على المؤسسات المنتخبه ودور المراه فيها. كرئيسه هذا المنتدى، اي الجمعيه ديال المنتخبات النسائيه ديال حزب العداله والتنميه، شنو هو الهدف الاساسي؟ المناسبة هي لتأكيد وتفعيل يعني الواجب الدستوري للأحزاب السياسية في التأطير والتكوين ديال المواطنين وديال المناضلين. بالنسبة لنا هذا ملتقى مهم، لأنه واحد المحطة ديال التواصل بين مختلف المنتخبات المسؤولات، وهذا لقاء طال انتظاره يعني من مدة، ولكي أكد مرة أخرى اهتمامنا بالمرأة المغربية، اهتمامنا بالمرأة المشاركة، لأن اليوم انتقلت الأعداد في المغرب. كنا كنتكلموا في 2003 على 0.58، اليوم وصلنا ل 21% في الجماعات الترابية، وفي الجهات 37%. فهذا التحول اللي وقع على مستوى الرقمي اكيد مفروض ان يواكبه تحول على مستوى العطاء ديال المراه. واليوم هاد النساء اللي في الشان المحلي وفي التدبير المحلي اكدوا على يعني على الاستحقاق ديالهم، اكدوا على انهم نساء المسؤوليه اللي خداوها كيستحقوها، ونساء كيشتغلوا وكيبذلوا مجهود كبير، لان المراه من طبعها وخاصه المراه المغربيه هي امراه معطاءه، وهذا الشيء اللي كيتاكد. وحنا فخورين بهاد النساء ديالنا، وهذه مناسبه باش كنحييوهم وكنقدروا المجهودات اللي كيقوموا بها، وحنا فخورين بهم وكنقولوا ان بلادنا كتستحق، وان هادو مغربيات يعني حرائر كيشرفوا بلادهم. والنساء المغربيات اللي متواجدات كلهم في الجماعات الترابيه، هذه مناسبه باش نحييوهم تحيه عاليه ونتمنوا لهم التوفيق في المسار ديالهم. هل الجانب ديال المساواه وديال الحقوق ديال النساء هو تا هو من الهواجس ديال هذا؟ طبعا طبعا، لان مزيد من انخراط المراه في المشاركه السياسية هو مزيد من وعي توعيتها بحقوقها واكتسابها لحقوقها في مختلف المجالات. واليوم في بلادنا الحمد لله كاين تقدم كبير وتطور كبير، كنعتزوا به وكان يعني نفتخروا به، وتقدم لجلالة الملك عطى فيه يعني اشارات قويه في هذا العقود الاخيره وفي العهد الجديد، واللي المراه المغربيه اليوم معتزه بهذا التقدم. وطبعا كنساء كنطمحوا دائما للمزيد.